السلام عليكم خوتي اخواتي. السلام عليكم خوتي اخواتي، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحة؟ لاباس؟ نتمنى لكم الصحة والعافية وطول العمر. خوتي اخواتي، غنطلع معكم بواحد لا فيديو. قلت نعاود نديك كراطان ديال الجبن كلشي مزيون ان شاء الله يا ربي. جبرتوني عاد عدلت بطاطا وديك الساعة ان شاء الله يا ربي غنسلقا، فهمتي؟ غنسلقا ان شاء الله، وديك الساعة نشارك معكم ان شاء الله يا ربي. الساعة نشارك معكم. دابا جبرتوني عاد عدلت قشرتها الجبن، الساعة نشارك معكم ان شاء الله ما نكون عدلة ان شاء الله يا ربي. ودوغان الله دابا يد واحد كيقطع يد واحد كيصور، ضروري كنصور طريف طريف. دابا قطعتها هكذا، انا غنسلقها ان شاء الله. هي كان خصني نسلقها هكذا مكموله، ولكن قلت صافي نسهل عليا الامور. يلا انا عملت هكذا تسلق، ساعه نشوفها ما يتسلق ديك الساعه نصفيها ان شاء الله وغنشاركها معكم ان شاء الله يا رب. انا عملت دابا تسلق، عيد تسلق وطيب، ديك الساعه نصفيها وغنشاركها معكم ان شاء الله يا رب. هي قطر قطر دابا هادي قريعه قريعه عدلتها عسان باش نكمل بيها. قصبر، مكنس، بسيلة، ندوق أي حاجة. وخوتي دابا أنا وجدت عندي بصلة، عندي التوم، عندي الجبن، طريف الجبن حكيتو، عندي قريعة دبلتها هيدا في الزيت شوية، عندي شوية ديال الكفتة، عندي واحد ثلاثة بيضات، عندي حكويز ديال الحليب، عندي قصبر المعدنوس، عندي بطاطا، هاهي بطاطا مسلوقة، هاهي فين هي مسلوقة، نص طياب، نص طياب، هاهي، عندي قصبر المعدنوس، هاديك غنقصو، عندي كفيتة. عندي ثلاثة بيضات، عندي واحد كويس ديال الحليب، عندي القريعة قلت نزوق بيها تاهي، البصيلة، التوم، الجبن، نفرش هدا نملك ليها غطا من عند الفرن. هدا خوتي التوم، التوم وديك البصيلة حكيتها وقصبر المعدنوس، هنايا التوم. دابا فرشت هديك القريعة فوق ديك البطيطة مسلوقة، عملت هديك القريعة، هيا فين هي. دابا عملت هديك كفيتة، أنا عملت هديك كفيتة كاملة ديك الكفيتة، هدي ديك الكفيتة عملتها لها. دابا كنحرك ديك البيضات وديك القصبر المعدنوس و شوية د البزار، كاس الحليب و التاو. مش عارفة هادي كنحرك ديك القصبور والمعدنوس والبيضات وكاس الحليب والتاو والبصل،
شويه قيمون شويه قرفه كيعجبني النوع شويه شويه محاش باش كتجي مذاق اي حاجه كتقيس. صافي دابا غنشعل فرا دابا نعمل لها شويه جبن ان شاء الله يا ربي دابا الله نعمل ثلاث جبينه هي الجبينه وصطيبهم بالشرطه مع خوتي سمحوا لنا كل شيء لكم حتى على البركه يسمح لي خوتي ما بانش فيها بزاف شويه وصافي راهي لا ما بانش فيها دابا تقطعات تعرف كتجينا شفه جات مزيونة ما شاء الله ما فيهاش الزيت يعني هنا شفه هاهي كتجي مزيونة هاهي فين هي يعني حسن من ديك المعيدة وديك لا عيد زيوتات قلبك يطلع سمحوا لنا خوتي شاهيناكم الله يطولنا في العمر ديالكم سمحوا لنا شاهيناكم الله يرحم الوالدين هاي لا زعما شاركت معكم شي هو يعني هاي سمحوا لنا خوتي الله يجازيكم بخير سمحوا لنا بزاف الله الا شاركنا معكم شي هو ديالنا قلت زعما نعمل شي هو خفيفه هكذا احسن من ديك اليدان احسن من ديك المعده هاي لا قلت مشاركه مع المشاهدين ديالي ايوا مسامحه خوتي الله يطولكم في العمر الله يفرحنا ويفرحكم بالخير يا ربي والنجاح والسرور ان شاء الله طول العمر امين يا رب العالمين الله يرحمكم الوالدين